اهلا بحضراتكم مره تانية في البيت الكبير. الفقره الحواريه الاولى مع ناقد كبير، ناقد الرياضي المتميز الاستاذ محمد القوسي، عن بعض الملفات. طبعا اهمها ملف النادي الاهلي، ملف الافريقي والمشوار الافريقي ان شاء الله يوم الثلاث، مباراه قويه جدا امام بيتا كلوب. رؤيته الفنيه ايه، وجهه نظره كمان في تخطي الصعاب اللي يمكن شفناها من خلال التقرير لزميلنا كريم احمد في الكونغو. كمان ملف الدوري مشتعل، الدوري المصري يعني اعتقد نسخه رائعه من الدوري المصري خلال الموسم الحالي. كل دي ملفات هنبداها ونناقشها مع الناقد المتميز الاستاذ محمد القوسي. استاذ محمد بنرحب بحضرتك. اهلا بحضرتك كابتن هاني، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهديك ومشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بحضرتك. أهلا. الملف الاهم، خلينا نتكلم على مباراه النادي الاهلي وفيتا كلوب ان شاء الله يوم الثلاث. الاول هسالك، شفت التصريح او كلام الكابتن سامي قمصان ازاي عن المباراه؟ كمان عايز نتكلم على الصعوبات، نتكلم على أجواء مختلفة، أجواء صعبة جدا، لكن كل دوت في حتة، وأهمية المباراة والفوز بهذه المباراة أعتقد في حتة تانية خالص. يعني أعتقد كلام الكابتن سامي، كلام مستر موسيماني، كلام الكابتن الخطيب، كله بيصب في أن التعادل اللي كان هنا في القاهرة وضع الأهلي في موقف صعب، وعلى لعبة الأهلي أن تتجاوز هذا الموقف. يعني انت عملت عقده فانت لازم تحلها تحت اي ظرف ظروف. لذلك عجبنا قوي انك ترفع شعار مفيش اعذار. هنتكلم على كل الاعذار، ونتكلم على الظروف والحر والرطوبه والترتان اللي ما اتغيرش من 9 سنين، وكل وان هو قصد ان هو يلعبنا في التوقيت ده بدل ملعب الساعه 9 بالليل رغم ان الملعب مضاع او العب ليلا. كل ده انا خلاص، انا وهم دلوقتي يا احنا نكون يا هم يكون، اكون او لا اكون في هذه المباراه، ده الشعار اللي لابد ان يرفعه النادي الاهلي. اعتقد لعيبه النادي الاهلي تدرك هذا جيدا، وكثيرا ما اتحطت لعيبه النادي الاهلي في مواقف صعبه وكانت عند حسن ظن جمهورها. يعني هم يعلمون جدا ان جمهور الاهلي بينتظرهم بشكل كبير جدا في هذه المباراه. نحن نعلم الضغوط الكبيره اللي عليهم، نعلم الاجهاد الكبير اللي هم رايحين بيه من موسم طويل و7 بطولات في 4 شهور لعبوا فيها وشاركوا فيها، وانك مطالب انك تكسب كل المباريات اللي تكون فيها. كل ده مقدر ومعروف، لكن انت في النهايه قدرك انك انت النادي الاهلي، مالكش حل انك بتكسب كل المباريات، انك عايز تخلص في كل الاوقات. التعليمات واضحه كده ومشدده. يمكن كان عجبني كلمه الكابتن محمود خطيب، العب بشخصيه النادي الاهلي. شخصية النادي الاهلي اللي بتلعب بروحك، بتقاتل، بتكافح، يعني بتبذل اقصى جهدك عشان تحقق هدفك. انت شايف هدفك قدامك، فانت بتسير في طريق عشان تحقق الهدف. هدف النادي الاهلي ان يوصل للدور ربع النهائي باي شكل من الاشكال، لابد ان تتجاوز هذه المباراه. يعني انا شايف يعني ممكن اي شيء يحصل الا انك تخسر هذه المباراه، لان لا قدر الله اي نتيجه غير المكسب بالنسبه للنادي الاهلي او التعادل ممكن تحطك في وضع صعب جدا. فاعتقد اللعيبه تدرك هذا جيدا، الجهاز الفني يدرك هذا جيدا، ان شاء الله يقدروا يتخطوا هذه العقبه الصعبه، العقبه المهمه، العقبه اللي الحظ السيء فقط هو اللي حطك فيها. انت لو كنت كسبت مباراه القاهره اللي جالك فيها من 15 ل 20 فرصه منهم 10 فرص شبه اهداف محققه كنت ممكن تسجلها، لكن في النهايه احنا لابد نتعامل مع واقع، لابد ان نتعامل على الارض الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي، ان النادي الاهلي لابد ان يخرج بنتيجه ايجابيه ان شاء الله من هذه المباراه. صحيح، ويمكن هاخد من كلامك ومن تصريح الكابتن سامي قمصان باللفظ كده، قال احنا حطينا نفسنا في موقف صعب، واحنا كمان هو بيتكلم احنا كجهاز فني وكلاعبين، ان احنا نخرج نفسنا من هذا المأزق، وهو دوت مربط الفرس. وساعات بقول حضرتك طبعا عندك خبرات كبيره جدا من خلال طبعا رؤيتك الفنيه، من خلال كمان يعني تتابع الاجيال من خلالك، ان في مواقف كتيره حصلت للنادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي. ونفتكر النسخه اللي فاتت كمان كان عندنا مشكله في الفوز، كمان كان لازم تكسب الهلال في السودان، وكان امور صعبه جدا، والنادي الاهلي ولاعبته قدروا يتخطوها بشكل كبير جدا. المطلوب من النهارده لغايه المباراه على المستوى التجهيز، انت شايف ايه علشان ان شاء الله النادي الاهلي يظهر بمستوى جيد في مباراه يوم الثلاثاء؟ تمام، يعني هخش منك على نبدا بالمواقف الاول. يعني هتذكر في 2006 ماتش الصفاقس اللي هو كان في النهائي، لما الماتش انتهى بالتعادل هنا في القاهره، وكان بيقود المستر مانويل جوزيه المباراه دي. لعيبه الاهلي بعد المباراه هم اللي قالوا المستر مانويل، احنا اللي عكناها واحنا اللي هنصلحها. وفعلا راحوا هناك وربنا كرمهم وصلحوها. ويمكن قبل الهدف ما يجي حتى في اللحظات الاخيره بلاس 90
كان الاهلي ليه كميه فرص وكان الافضل من كل جوه، عمل مباريات تاريخيه. فدايما المباريات برضو ماتش الترجي في 2012 لما تعادلوا معانا هنا واحتفلوا تقريبا بكل حاجه وسافر الاهلي، كان يقود الاهلي الكابتن حسام البدري في هذه المباراه وعمل الاهلي مباراه تاريخيه لا تنسى في هذه المباراه. فالاهلي دايما في المواقف الصعبه يستطيع بشخصيته بقيمته بادراكه بجمهوره اللي واقف خلفه، حتى لو الجمهور بينه وبينه الاف الاميال، عارف ان العيون والقلوب كلها خلفه ومنتظراه. اعتقد ان ده يقدر يتجاوز هذه المباراه باذن الله. يعني ايه المطلوب؟ مطلوب تركيز شديد جدا، مطلوب ان كل لاعب يؤدي دوره على اكمل وجه، مطلوب ان الاخطاء في مثل هذه المباريات ممنوعه، مطلوب ان استغلال الفرص وانصاف الفرص صحيح. لو جات لك انك تشتغل لها، لان لا اعتقد ان الفرص اللي اتيحت للنادي الاهلي في القاهره سيطحن نصفها هناك. اعتقد الامور لابد ان نكون واقعيين، يعني لاسباب كثيره جدا، انك بتلعب خارج ارضك في ظروف صعبه، في حر، في رطوبه، في ملعب من نجيل صناعي، كل ده هياثر عليك بشكل كبير جدا. لكن في النهايه ربما يعني اكيد مؤكد جاك فرصتين ثلاثه انصاف فرص كور دي ما فيش تهريج فيها وما فيش اي استهتار فيها. اعتقد ان لابد ان كله يكون مركز، كله يكون حاسم، ان شاء الله الاهلي يقدر يتخلص. اعتقد ان موسيماني من قبل ما يسافر هنا وهو بيعمل جلسات مع اللعيبه، يمكن عمل اكتر من جلسه مع اللعيبه هنا في القاهره حتى قبل السفر بلحظات، بلس جلسه الكابتن محمود الخطيب يمكن النهارده برضو قعد معاهم موسيماني بيتكلم كله في اطار نفسي وتجهيزي وفني نظري وعلى ارض، لان على ارض الواقع خلاص الدنيا بقت صعبه بالنسبه لك. انت بتعمل تدريبات خفيفه بحيث انك تحافظ على المستوى البدني بتاعك وتحافظ على استعداداتك الذهنيه والنفسيه للمباراه. طيب. ان شاء الله يقدروا يتخطوا المباراه الصعبه. طيب كان في تصريح للمدير الفني للفيتا كلوب صراحه كده قال احنا هنكسب المباراه، ويعتمد بشكل كبير جدا، وقال انا بعتمد بشكل كبير جدا على الخط الامامي او الخط الهجومي لفرقتي وهو ده اللي هيكسبنا المباراه. ده تصريح ناخد منه ايه؟ يعني تطلع من التصريح ده بايه يا سيدي؟ انا جميل، انا سعيد ان في تصريح زي كده، يعني كويس ان هو يقول ان حاجه زي كده. يعني هو بيدرك ان هو بيواجه مين، عارف ان هو بيواجه النادي الاهلي اللي حامل اللقب، اللي عنده 9 ألقاب منها اخر لقب هو واخده، اللي راجع من بطوله العالم ميداليه برونزيه، اللي ليه اسم كبير جدا وسمعه بتسبقه في كل الدول الافريقيه، هو يعلم هذا جيدا. فكون هو بيحاول يضغط عليك نفسيا يعني أيوة. استنادا بشكل كبير جدا بيضغط عليك ويقول لك انا هكسبك، انا كل ده ضغوط. لكن اعتقد ما لدى النادي الاهلي من خبرات، ما لدى الاهلي من قدرات، ما لدى الاهلي من لاعبين يقدروا يتعاملوا مع هذه المباريات، لا يمكن ان يؤثر فيهم هذا الكلام. كتير جدا ناس بتتكلم، انا لا يهمني الكلام بقدر ما يهمني التنفيذ على ارض الملعب وارض الواقع. اتمنى ان هم يعيشوا في 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 حكايه ان انا هكسب الماتش وان الماتش خلصان بالنسبه لي على استناد ان انا تعادلت مع الاهلي في القاهره، ليس يبقى كده. هم ما بيعرفوش الاهلي لو كان بيفكر كده. يعني هو طبعا بيقول زي ما بتقول على الحرب النفسيه اللي دايما المدربين قبل المباريات المهمه، واحنا دايما على مستوى اللاعبين، وكان في جلسه النهارده اللعيبه بس هنتكلم عليها كمان، انك تحول هذا التصريح لشيء ايجابي. انت بتقول كده، طب احنا هنوريك في الملعب، احنا النادي الاهلي. فكل ده محتاجه تركيز، ومحتاجه انك حتى تصريحات المدير الفني للبيتا كلوب، احنا هنكسب النادي الاهلي واحنا معتمدين بشكل كبير على الخط الهجومي، ده كمان لازم يترجم من اللعيبه ومن الاداره الفنيه ان دي حوافز. لا، الراجل بيقول كده، فاحنا موجودين في الملعب نشتغل ازاي على الجزئيه ان هو الراجل بيتكلم على خط الهجوم، عندهم عناصر كويسه، نشتغل عليها ازاي من بدايه المباراه؟ شايف فنيا شويه بدايه المباراه تكون ازاي؟ بص يا كابتن، يعني انا شايف ان فرقه فيتا اللي تعادلت مع النادي الاهلي في القاهره الفرق بينها الفني بينها وبين الاهلي كبير، يعني الاهلي بيتفوق بفرق فني كبير جدا عنها. صحيح. وان النتيجه دي لا تعبر عن عن سير المباراه اصلا، عن سير المباراه، ولا تعبر عن تقارب مستوى على الاطلاق بالاثنين. يعني المباراه انتهت بتعادل، يعني الفرقتين تقريبا متكافئين، او فرقه جات له فرصه زياده او فرصتين. صحيح. لكن ده انت جالك 30 فرصه وهو جاله 4 فرص، او راح عليك 4 مرات، جاب منهم سجل منهم جنيه، منهم ركله جزاء مشكوك في صحتها اساسا يعني. لكن في النهايه دعه يقول ودعنا نلعب، وخلى اكيد فرقه الاهلي بتركز في هذه الامور. طبيعي جدا ان اي حد بيلعب مباراه على ارضه بيتكلم على المكسب، عمره ما يتكلم على تعادل او يتكلم على، لان هو يعلم جدا ان التعادل ليس في مصلحته على الاطلاق. بيخلي فرصته قائمه، لكن ظروفها تبقى صعبه لانه رايح لسيمبا تنزاني في 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 في, في ملعبه، فامورها تبقى صعبه. وكمان سيمبا المباراه دي بالنسبه له حياه موت، لانه جاي للاهلي القاهره،
فالامور لسه يعني مجموعه الاهلي من اكثر المجموعات تعقيدا، يمكن مجموعه الاهلي ومجموعه الزمالك هم اكثر مجموعتين معقدين والامور فيهم لم تحسن فيهم بشكل كبير جدا. يعني صحيح. لو بصينا لمجموعه سان داونز هنلاقي سان داونز 9 نقاط وبقيه الفرق اللي موجوده معاه نقطتين، الثلاث فرق نقطتين. لو بصينا الوداد، الوداد 9 نقاط برضو، يعني الوداد يعني عندك سان داونز 9 نقاط وعندك الهلال والشباب والوزداد ومازيمبي كل نقطتين، متخيل؟ خلصت الامور بالنسبه له. المجموعه الثالثه الوداد 9 نقاط واللي تحتيه 4، فرق طيب. كبير جدا بينهم. قدامنا يعني طبعا مجموعه النادي الاهلي، وزي ما حضرتك شايف الامور زي ما انت قلت امور صعبة. لسه الامور لسه ما اتحسمتش بشكل كبير يعني. ولا هتحسمها الجوله دي يعني على الاطلاق يعني لسه يعني. وعندك من نفس برضه المجموعه الرابعه اللي فيها الزمالك والترجم لسه برضه مجموعه معقده. صحيح. صحيح. ده دليل على التقارب والقوه. لكن مجموعتنا طبعا اكيد سيمبا ب7 نقاط، فيتا كلوب نفس عدد النقاط مع النادي الاهلي، فرق الاهداف لصالح فيتا كلوب يعني، والمريخ نقطة واحدة. إن شاء الله بإذن الله أنا دايما متمني فوز النادي الأهلي يرفعه طبعا لرقم 7 يعني. النقطة رقم 7 طبعا. وهنقول مثلا لو سيمبا طبيعي ممكن جدا يفوز على المريخ يبقى 10، فإحنا عندنا سيمبا هنا في القاهرة المباراة الأخيرة، هي دي الواحد بيتمناها إن شاء الله بإذن الله، إنك تحصل على 3 نقاط هناك في بيتا كلوب بإذن الله، هتروح على المريخ وترجع اخر مباراه في المجموعه مع سيمبا. اعتقد الامور تمام. لو ان شاء الله ربنا كرمنا ب3 نقاط يوم الثلاث هتسهل الامور جدا جدا في الماتشين اللي بعديهم، اذا كان ماتش المريخ او ماتش سيمبا. المؤكد يا كابتن هاني ان الاهلي في اسوأ الظروف لو تعادل تظل فرصته قائمه بقوه طبعا. في الوصول لليلة ونهاية، خصوصا لانها في اللحظه دي هتحط سيمبا وفيتا تحت ضغط كبير جدا يعني، لان هو عنده بعد كده سيمبا ممكن يوصل ل 10 نقاط، هيبقى 10 نقاط، لو خسر سيمبا على ملعبه هيظل 10 نقاط هيجي لك، هتبقى انت برضه 10 نقاط، هتبقى يعني المعادله صعبه جدا ولسه في حسابات كتيره جدا تتحسب منها. احنا اللي طالبينه من النادي الاهلي، الاهلي ما يبصش للاخر، الاهلي بتلعب على لعبك، على مباراتك، بتلعب لنفسك، ما زالت يعني الامور بيد النادي الاهلي وليس بيد الاخرين. صحيح. يعني لا قدر الله لو خسرت المباراه خلاص الامور ما بقتش في ايديك، تبقى الفرصه ما زالت قائمه لكن الامور مش في ايديك، لكن الـ على الاقل التعادل ستظل الامور بايديك حتى اللحظات الاخيره، وده اعتقد اللي لعبت الاهلي تعيه جيدا، لعبت الاهلي تفهمه جيدا. مش هتكلم على مين اللي هيلعب ولا مين اللي ما يلعبش، انا بتكلم على في 11 راجل هيبقوا موجودين في الملعب، شناوي ومعاه ال 10 رجال الاخرين، اعتقد ان دول هيكون عليهم مهمه ومسؤوليه رفع علم النادي الاهلي والوصول بالنادي الاهلي الى المرحله التاليه باذن الله ان شاء الله. بس اكيد طبعا عوده بعض الاصابات او بعض اللعيبه اللي كانت مجهده اكيد هيكون يعني ليها شكل ايجابي، يعني خاصه بنتكلم بكل يعني امانه على ايمن اشرف. بالظبط، اول حاجه عندك الطرف الشمال في النادي الاهلي كان فيه مشكله كبيره جدا، يعني لاول مره تلاقي الثلاثه اللي بيلعبوا شمال عندك مش موجودين، فعوده ايمن اشرف هيعطيك قوه كبيره جدا، هيقويك في هذه الناحيه، بجانب ما نعرف عن ايمن اشرف من كفاح واداء واصرار ومستوى متميز. صحيح. ومستوى ثابت في الفتره الاخيره وقدره على اللعب في اكثر من مركز، ولما بيتحرك اصلا في الناحيه الشمال اعتقد وبيقدر يمرر الكره العرضيه بشكل جيد، يصنع منها فرص كويسه، اعتقد ده كله موجود بشكل جيد. لو طاهر رجع ان شاء الله باذن الله يرجع، كنت لسه اقول لك طاهر ان شاء الله هيتمرن بشكل اساسي يعني. تمام، وخباك عندك مين والسولية يكون جاهز، ديانج يكون في فورمته، نشوف محمد شريف ربنا يوفقه في المباراه يقدم بشكل جيد وشكل مميز، اجاي لما بيبقى فايق بيفرق كتير جدا مع فرقه النادي الاهلي، قفشه ان شاء الله برده يكون موافق، يعني حتى الموجودين يكونوا في يومهم ويكونوا في تركيزهم ويقدروا يستغلوا كل الفرص اللي بتجيلهم، اعتقد ده كله ده هيصب في مصلحه النادي الاهلي وتقدر تحقق النتيجه اللي انت بتسعى ليها ان شاء الله باذن الله. ودايما يعني الاجواء بترجعنا تالي لمباراه سيمبا، تقريبا نفس الاجواء، الملعب كان وحش، الرطوبه. حضرتك تفتكر ايه من الحاجات او الدروس بقى اللي لعيبه النادي الاهلي قبل المباراه تفتكرها؟ احنا في مباراه سيمبا كان المفروض نعمل 1 2 3، ايه الامور علشان نتجاوز ان شاء الله وما نبقاش طبعا مستوى الاداء كان مستوى سيء جدا. تمام. ايه اللي يتعمل يعني لو خدنا مباراه سيمبا كده واجواءها بالحر بالرطوبه بالاجواء، وكمان خلي بالك في كمان اعتقد هيكون في جماهير بكره، يعني مراسلنا كريم قال هم بيقولوا هيبقى في 3000. انا اعرف ان رئيس الاتحاد الافريقي الجديد قال لك ما فيش جماهير خالص، سمحوا ب 3000. طب ازاي؟ ما هو ده يعني بغض النظر مش دي القضيه. ايه يعني اللي بقى اللعيبه تفتكروا من ماتش سيمبا ما يتعملش؟ طبعا اكيد هيفتكروا دروس كتيره جدا، ولعل اهمها ان انا نازل المباراه دي ومعايا نقطه،
والنقطه دي معايا وده مبدا انا اتمنى ان يكون موجود. انا هلعب الفوز لكن في النهايه صحيح. لا افرط باي شكل من الاشكال في النقطه ما فرطش باي شكل، يعني لا اتيح الفرصه لفريق فيتا ان هو يتقدم عليا، لان لو تقدم عليا في الظروف دي وفي الاجواء دي هيصعب من مهمتي اكتر في المباراه صحيح. انا يعني احاول ان انا اركز وخصوصا الجانب الدفاعي، اعتقد ان وسط الملعب في النادي الاهلي يكون عليه دور كبير جدا في هذه المباراه، يعني دور مهم جدا لعبه وسط الملعب ان يقدروا يواجهوا يتصدوا ديانج والسوليه اذا لعب او حمدي فتحي ايا كان اي حد هيلعب، المدافعين يكونوا اكثر تركيزا خصوصا قلب الدفاع بانون وياسر ابراهيم، وما نشوفش الخطا مثلا اللي حصل في القاهره في الهدف بتاع الشناوي ان اللعبه والضغط عليهم بشكل كبير جدا، عدم اتاحه الفرصه ليهم وعدم ترك اي مساحات ليهم للحركه فيها، انك انت يعني تنهي الشوط الاول ما لم تنهيه متقدما على الاقل تكون متعادلا، كل دي حاجات اكيد اللعيبه الاهلي مدركها ومركزه عليها وشايف ان النادي الاهلي اعتقد باذن الله انه هيقدر يقدم نتيجه كويسه باذن الله في المباراه. طيب يمكن انا في الانترو قلت في بعض المباريات ومن خلال خبرتك تايدني او يعني تتعارض او نتناقش في النقطه ديت، قلت في مباريات بتبقى مباراه اللعيبه، نتكلم على جهاز فني، نتكلم على تشكيل، نتكلم على تغييرات، كل ده وارد، لكن في مباريات بتبقى مباريات اللاعبين هي دي فقط يعني. زيك احنا بقول لك 10 رجال مباريات اللاعبين دي مباريات الجهاز الفني ليه دوره وتعليماته والتشكيله اللي حطه والتغييرات اللي عملها اثناء المباراه وتوقيت التغييرات والتحركات ومتابعته المباريات وادارتها وتغيير اخطائه الخطه بتاعته والتكتيكات اللي ممكن يعملها مقارنه بالشكل اللي بقى عليه الفريق الاخر، لكن في النهايه اللعيبه واحد واثنين وثلاثه واربعه وتقدر تقول للصبح اللعيبه لابد ان يكون هم دورهم الاكبر، يكون عندهم الرغبه في ده، يكون عندهم الحماس، يكون عندهم الروح القتاليه، لانك فريق بلا لو اي فريق بيلعب ما عندوش الروح ما عندوش الحماس ما عندوش الحميه ما عندوش الرغبه في تحقيق نصر لفرقته اعتقد مش هيقدر يحقق ده. انا شايف ان الحاجات دي موجوده في النادي الاهلي لان دي حاجات متوارثه على مدار اجيال طويله جدا في النادي الاهلي وبدات اوريدي، يعني كان في جلسه النهارده يعني بعد العشاء كان جيش الشناوي يلا يا جماعه تعالوا نقعد في اوضه لوحدينا مفيش اي حد من الجهاز الفني وبداوا يتكلموا مع بعض، ده اكبر دليل على ان اللعيبه يدركون مدى اهميه المباراه ومدى صعوبه المباراه ومدى حاجه النادي الاهلي للخروج بنتيجه ايجابيه من هذه المباراه، ده كله كلام مهم جدا وكلام محترم جدا. بنطالب كل لاعب ان يعني اعمل اللي عليك وسيب النتيجه على ربنا سبحانه وتعالى، اهم حاجه ان احنا ما نحسش ان في حد اثر في الملعب، ان لما تيجي فرصه انا ما تهونش ان انا لازم اسجل منها لازم، لان ده خسرنا كتير جدا، كان زماني انا النقطتين واخدهم وامور مستريحه بالنسبه لي وهم اللي تحت ضغط وهم اللي في ازمه وهم اللي في مازق، لكن قدر الله ما شاء فعل وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ربما هذه الظروف تدفع الاهلي الى الفوز بالمباريات المقبله كلها ويتصدر الاهلي المجموعه، وياما عملها الامور دي مختلفه. ذكرنا في نسخة قبل كده لما مستر كارترون جه مسك الفرقة وكان عندها نقطة من ماتشين تقريبا وجي كسب 12 نقطة على التوالي ورا بعضيهم ولها تصدر مجموعة فرق 13 نقط، فاعتقد ان في حاجات كتيرة جدا يعني هتبان خلال هذه المباراة وهنشوف شخصية النادي الاهلي شخصية لعيبة النادي الاهلي بتظهر في المواقف الصعبة ان شاء الله. كل التوفيق لفرقتنا يعني قبل ما نقفل ملف النادي الاهلي كمان نقطه مهمه جدا وبرده من خلال خبرتك تقول لنا عمليه التوازن، كلنا حماس وكلنا عزيمه وكلنا انا بتكلم باسم اللعيبه يعني لو انا متواجد كلاعب، لكن عمليه كمان الثقه ان احنا كمان النادي الاهلي وان احترام الخصم زياده عن اللزوم بيؤدي لنتيجه عكسيه، ازاي انا اشتغل ان انا عندي اراده وعندي عزيمه ان انا اكسب هذه المباراه وعندي ثقه كبيره جدا في نفسي، وان نفس الكلام يتطبق في الملعب ان انا اخلي بالي نخلي بالنا يا جماعه من الحاجات اللي ممكن تحصل، ان احنا متفوقين جدا على المستوى الميدان لكن الحاجات اللي حضرتك شايفها ان الاهلي لازم يخلي باله منها قوي خلال خاصه في الشوط الاولاني. انا قلت اخلي بالي من المرمى النادي الاهلي من المرمى بتاعه بالاساس الناحيه الدفاعيه، اركز جامد جدا في الناحيه الدفاعيه، ما دومش مساحات بيعتمدوا هو احيانا بيعملوا كور طويله ويتحرك فيها واحد او اثنين من اللعيبه يقدروا يوصلوا ويقدروا يشكل خطوره عليك، الكلام ده اعتقد ان لعيبه النادي الاهلي فاهماه واعتقد ان عندهم القدرات ان يتعاملوا مع ده ويتصدوا لده ويواجهوا ده، لان هنا في القاهره كان في اندفاع كبير جدا عشان تسجل هدف صحيح، فعندك مساحات هم اتحركوا فيها احنا بنهاجم وكورتين راحوا كورتين جم عليك، اعتقد ان ده مش هيحصل بالشكل ده، انك تكون اكثر هدوءا اكثر تركيزا في وسط ملعبك اكثر تركيزا في خطك الدفاعي، لكن مع كل ده
ان اتحلى بالشجاعه، اتحلى بالرغبه وثقتي في نفسي وثقتي في قدراتي وثقتي في اسمي وثقتي في قيمتي كالنادي الاهلي، ان انا الفرق كبير جدا بينه وبين الفرق اللي بلعبها. اه في النهايه كره القدم لا تحسم الا على ارض الملعب، لكن اذا فقدت الثقه في نفسك او انك انت يعني ما كنتش مدرك قيمتك بشكل كبير جدا، اعتقد انك مش هتقدر تحقق هدفك. يعني النادي الاهلي ان شاء الله يتجاوز، يبقى لازم يتجاوز المباراه باذن الله هذه المباراه، ويتخطى يخرج منها بنتيجه ايجابيه. وزي ما قلنا في النهايه هي مباراه اللعيبه، وهم عندنا ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي ان هم يقدروا يتخطوا. اكيد كل الثقه في لعيبتنا وجهازنا الفني، ان شاء الله تكون مباراه جيده على المستوى. انت تفضل بقى اداء ونتيجه، ولا انت بالنسبه لك نكسب وخلاص؟ لا لا، انا افضل نتيجه بس. في النهايه كره القدم لا تعترف الا بالنتائج. يعني ما حكايه ان انا العب اداء، طب ما انا اداء، انا الاداء النادي الاهلي فرمهم هنا في القاهره اداء صحيح، وما طلعش نتيجه. هو ما عملش اي حاجه خالص، يعني هو عمل حاجات بسيطه جدا في كره القدم، لكن في النهايه خرج بنقطه التاريخ لن يذكر الا ان فيتا اتعادل مع النادي الاهلي في القاهره، لن يذكر ال 15 فرصه اللي جم. انا افضل ان انا يعني لو رحت بواحده اجيبها جون واقفل واطلع بالبداع، ده شيء عظيم. النتيجه مهمه جدا جدا. لا ده مش نتيجه، احنا نتمنى اداء جيد، لكن احنا دايما المحصله في النهايه، ودايما في الماتشات اللي زي دي احنا محتاج الثلاث نقاط بشكل كبير جدا ان شاء الله. طيب نروح بقى ملف الدوري. يمكن ملف الدوري، وزي ما بقول نسخه الدوري السنه دي ما يعني نسخه جيده في اعتقادي الشخصي، واكيد الكابتن حسام البدري هيستفيد منها من اختيارات المنتخب. النهارده كان في فوز مهم جدا، يعني النهارده غزل المحله بيكسب 1-0، وانا شايف غزل المحله كمان بقياده الكابتن خالد عيد بيقدم بالرغم الامكانيات المتوسطه والضعيفه، لكن دلوقتي وصل للمركز التاسع في جدول الدوري. تمام، لو بصينا لاقل فرق امكانيات في الدوري 18 فريق هنلاقي فريق غزل المحل، اقل فريق دعم لعيبه في المسابقه فريق غزل المحل، اقل فريق جاب لعيبه بقدرات ماليه عاليه نادي غزل المحل. معظم القيمه الماليه للاعيبه غزل المحله معظمهم من 300 ل 400 ل 500، يمكن في 2 3 لعيبه فيضطر 700 800 الف جنيه. لا العقد السنه وده السنوين. كلهم كده يعني، دي ارقام، ودي ارقام عقودهم اللي موجوده يعني. لان معظم اللعيبه اللي جه انت لو بصيت مش هتلاقيهم جابوا اسماء كبيره صحيح. خالص يعني صحيح. معظمهم لعيبه الكابتن خالد عيد اللي كان شغال في الدرجه الثانيه او الممتاز بيه، عارف مجموعه من اللعيبه وقدر يجيبهم وقدر يصنع منهم نجوم وقدر يصنع بهم الفارق في الدوري الممتاز. يعني على ان هم كانوا بيعانوا من نقص في الامكانيات وعدم الاهتمام، حاجات كتيره جدا، الا ان الكابتن خالد عيد نجح بكل هذه الامكانيات القليله في انه يعمل شيء محترم لغزل المحله. والحقيقه الواحد سعيد جدا ان غزل المحله وصل للمرحله دي. ليه؟ لان غزل المحله من الفرق التاريخيه في الدوري، ومن الفرق الشعبيه، ومن الفرق اللي تعلي المسابقه طول ما هي موجوده فيها. يعني لما نلاقي غزل المحله، الاسماعيلي، المصري، الاتحاد، الاهلي، الزمالك صحيح. كل الفرق الكبيره دي، وخصوصا لما ربنا يكرمنا والجماهير ترجع ونتخلص من الجائحه اللي احنا موجودين فيها دي، اعتقد الفرق دي هيكون يعني هتعلي من قيمه الدوري، لان الفرق دي كيانات كبيره جدا ووراها مئات الالوف من الجماهير في كل مكان يعني، وياما كان ليها بصمات في المسابقه. شايف ان الفوز اللي حققه ده ورفع رصيده ل 22 نقطه الحقيقه، يعني بعد البدايه اللي كانت متعثره جدا والصعوبات اللي واجهتهم في البدايه، الا انه قدر يحقق نتائج هايله جدا لم يتوقعها احد. ويعني بتكلم غزل المحله 22 نقطه مع سموحه، والفرق بينه وبين المصري نقطه، والفرق بينه وبين بيراميدز مثلا 3 نقط صحيح، يعني فرق بين المحله وبيراميدز مباراه، ده يعني انت بتتكلم في ايه مع الفرق المالي اللي بين الاثنين لا يقارن. لو اتكلمت في حاجه مرعبه يعني، يعني في يعني لو مش هتكلم على اللعيبه العاليه قوي، يعني اقل لاعب في بيراميدز ممكن يغطي فريق المحله، فريق المحله بالكامل. بقول لك اقل لاعب في بيراميدز، مش اللعيبه اللي هي الفئه الاولى اللي موجوده يعني. فطبعا تحيه للمحله، للفلاحين الحقيقه اللي عاملين مباراه كويسه، ونتمنى اليوم التوفيق طبعا في. طيب ده على الجانب النهارده لمباراه غزل المحله والمقاولين. بجانب غزل المحله طبعا بيقدم مباراه رائعه، مقاولين عرب علامة استفهام بعد يعني بالزبط. ما يمكن الناس توسمت خير شويه، لا المقاولين العرب اعتقد في المركز 16. المقاولين دلوقتي يعني في مأزق كبير جدا، يعني اعتقد ان هو بيدخل في منطقه الخطر صحيح، وما لم يعني يتدارك الامور سريعا اعتقد ان الامور بالنسبه له هتبقى صعبه جدا، انك بتخسر 3 نقاط على ملعبك، هتبقى الامور المركز 13 المركز 13 عنده 15 نقطه 15 نقطه 15 نقطه 15 نقطه يعني من 16 مباراه ها يعني انت بتتكلم في خسائر يعني مرعبه لفرقه بحجم المقاولين العرب انهت الموسم الماضي في المربع الذهبي. يعني
يعني تراجع كبير جدا في المستوى. فالمقاولين في ازمه يعني، المقاولين مع البنك الاهلي، مع طلائع الجيش، مع الاسماعيلي، مع الانتاج، مع وادي دجله، كل ده يعني كل الفرق دي هتواجه صعوبات. دي الفرق اللي بتواجه صعوبات كبيره جدا في المسابقه. طبعا اسوان يعني 17 نقطه فيهم، لكن اعتقد ان المقاولين في موقف يعني لا يحسد عليه، محتاج ان الدور الثاني بقى، والدور الثاني هيكون اصعب كثيرا من الدور الاولاني، لان انت المفروض في المرحله الاولانيه المسابقه يعني الحسابات بتبقى بعيده شويه، كله بيقول لك لسه لسه لسه، فبتبقى مرحله تجميع نقاط، فانت لم تجمع نقاطا في مرحله التجميع، اعتقد مرحله الحسم في المرحله الثانيه هتبقى صعبه جدا على المقاولين. هل وارد تغيير اداره فنيه على مستوى الجهاز الفني للمقاولين يعني العرب، ولا ما زال طبعا كل الثقه في الكابتن عماد النحاس اللي قدم موسم اكثر من رائع، يعني قدم موسم اللي فات بشكل اكثر من رائع، حتى خروجه من الكونفدراليه كان في ظلم تحكيمي، لكن وارد هل الاسابيع اللي جايه قد تشهد تغيير فني في الاداره الفنيه للمقاولين؟ تمام، اداره المقاولين العرب يعني صبرت كثيرا على الجهاز الفني الحقيقه يعني، واكثر من مره يمكن حتى الكابتن مهد نفسه حاول ان يستقيل وهم رفضوا. صحيح. وهم كان كلام كتير جدا واشاعات على قرار باقالته، وكل ده مش موجود عندهم لانهم بيحاسبوا القطع، اعتقد يعني مع نهايه الدور الاول اعتقد ربما يكون لهم وقفه في هذا الامر يعني، لكن الامور صعبه جدا بالنسبه لهم يعني. طبعا كل التوفيق للكابتن عماد النحاس، اعتقد هو كمان مر بظروف صعبه جدا على مستوى فيروس كورونا، على مستوى الاصابات، على مستوى يعني خروج بعض اللاعبين المميزين، كان في شويه ان هم ما استعدوش بشكل جيد للموسم ده بصراحه، يعني انا شايف ان الاستعداد للموسم ما كانش بنفس التركيز وبنفس القوه الاستعداد للموسم اللي قبليه. بس ما هو كابتن انت مش مستعد للموسم، انت تقريبا جاي جاهز اصلا يعني. يعني على الاستعداد إيه؟ لا، الجاهزيه في عقليه اللاعب نفسه، احنا وصلنا رابع وبنلعب كونفدراليه في العقليه نفسها، لكن لو اتكلم الدوري اول ماتش ثاني ماتش والهزيمه بتجيب هزيمه يعني ماشي، لكن لو اتكلم على الجاهزيه وتجهيزات الفريق تقريبا، وده اللي خلى الدوري قوي السنه دي، يبدا قوي على فكره، ربما الامور تتاثر باللي جات في المرحله الثانيه من الدوري، لكن الناس بدات الدور الاول وكانها بتكمل المسابقه يعني، وكانها بتلعب الدور الثاني من المسابقه، فما اقدرش اقول ان ما حدش استعد، لانه كله كان طالع من مباريات قويه ومباريات صعبه، فكله كان جاهز. المشكله في المقاولين الصدمه انك انت كنت في في في, في برج عالي ونزلت بشكل حاد يعني جدا، بشكل غير متوقع على الاطلاق، يعني كان ممكن تبقى سادس سابع ماشي اوكي ما فيش، لكن تهبط الى المركز ال 13 فاعتقد ان الامور صعبه، وتخسر مباريات كتير على ارضك وبره ارضك، لما تجمع 16 نقطه 15 مباراه اعتقد يعني انت حتى يعني مش ضعيف، ده انت ضعيف جدا يعني. صحيح. فالامور صحيح. الامور صعبه جدا، صعبه جدا بالنسبه لهم. نتمنى لهم التوفيق، وبرضه المقاولين من الفرق الكبيره اللي لها سمات قاريه وبطولات قاريه وفايز بالدوري زي المحله برضه، من الفرق اللي فازت ببطوله الدوري من السبعه الذهبيين في مصر يعني. طبعا من الاسماء كمان الكبيره نادي الاسماعيلي، وشفنا نادي الاسماعيلي كمان في جدول الدوري لا يليق باسم نادي الاسماعيلي، بالرغم ان حتى في مباراه النادي الاهلي قدموا اداء جيد، خاصه في الشوط الاولاني امام نادي الزمالك قدموا اداء جيد. هنرجع تاني موقف الاسماعيلي، هل فعلا نادي الاسماعيلي بالاداء دوت وبالفقد النقاط بشكل كبير جدا مهدد فعلا بالنزول الممتاز به في السنه دي؟ شوف يا كابتن، يمكن في من امبارح لغايه النهارده في مشهد حصل في نادي الاسماعيلي فسر لك كل اللي بيحصل ده. الاسماعيلي تقريبا استعان بحوالي 13 او 14 مدرب في الفتره الاخيره يعني، المدرب يجي ومدرب يروح، اللي قعد اسبوعين واللي قعد ثلاثه واللي مشي واللي هيمشي، وفي يعني كابتن طلعت يوسف قعد يومين يعني. لا ده ما عادش، ده يوم تقريبا اتكلمت معاه قال لي انا يعني العربيه اللي جيت فيها روحت فيها. صحيح، واخد بالك. امبارح لما يصدر قرار بتعيين الكابتن اشرف خضر مدربا عاما مع درجان يوفيتش، امبارح صدر القرار تقريبا بعد المغرب، النهارده بعد الظهر اشرف خضر بيستقيل. ده ما مرنش حتى تمرين. لا ما نزلش التمرين. يعني هو صدر القرار بالليل بعد التمرين مع خضر بتاع الفرقه، والطبيعي ان جدا كان ينزل مران الساعه 4، النهارده استقال قبل التمرين مدربا عاما وصدر القرار بتعيينه، وكل وسائل الاعلام تناقلت الخبر، الصحافه مكتوبه، كل الوسائل الاعلام اتكلمت عن الخبر ان اشرف خضر مدربا عاما لفريق الاسماعيلي. اللي حصل ان المفروض ان في لجنه فنيه جوه النادي الاسماعيلي اللي فيها الكابتن علي ابو جريشه، رمز كبير جدا برموز النادي الاسماعيلي، كابتن عماد سليمان قيمه كبيره جدا أكيد. وموكل اليهم الامور الفنيه. اللي حصل ان اداره النادي الاسماعيلي بقياده المهندس ابراهيم عثمان قامت بتعيين كابتن اشرف خضر دون الرجوع الى اللجنه الفنيه، هذا اغضب اللجنه الفنيه،
وطبعا حصل كلام كتير جدا وصارت اللجنة الفنية. فلما علم الكابتن أشرف خضر بالأمر يعني هو يعني حط خرج نفسه بره. لا طبعا انا ما كنتش اعرف الموضوع ده. وطبيعي جدا اللجنه الفنيه وكابتن عبد الجيش كلهم دول في الاختيار طبقا لاختصاصاتهم الفنيه. فاستقال الكابتن اشرف قبل ما يبدا مهمته، وظل الاسماعيلي في ورطته وفي مازقه، دليل على التخبط الكبير اللي موجود. وربما تشهد الايام المقبله استقاله كابتن ابو ريشه، الله اعلم او يكمل. لكن الان هناك ازمه كده واضح ان بين اللجنه الفنيه واداره النادي. يعني هذه اللقطه فقط ناهيك عن عشرات اللقطات قبلها، يعني تجسد الوضع الصعب اللي فيه نادي الاسماعيلي. وغريب انك كنت مندهش بعد ماتش الاهلي ان اكتر من حد يطلع يصرح ان الاسماعيلي وان الاهلي والاسماعيلي بقى في مأزق. طب ما الاسماعيلي لعب 14 مباراه قبل الاهلي، كسبان منهم مباراه يعني واحده. يعني ايه؟ لا كسبان منهم مباراه واحده. يعني الاسماعيلي لم يفز الا مباراه واحده قبل اللي هي ماتش اسوان، وتقريبا 14 خسر في 7 مباريات وتعادل في 7 مباريات. ففي ناس كانوا بيحاولوا يستندوا ان يستغلوا مباراه الاهلي دي اللي ما كانش فيها اي حاجه تقريبا، ويتكلموا فيها ويلقوا مشاكل نادي الاسماعيلي عليها. لكن مشاكل الاسماعيلي تنفجر تنفجر كل اسبوع تقريبا. يعني الاسماعيلي نادي كبير لا يستحق من ادارته بهذا الشكل. الاسماعيلي احنا دايما كنا بنقول ان هو الضلع الثالث مع الاهلي والزمالك. طبعا بيراميدز دخل في المقدمه على الاقل، تبقى موجود في المربع ضمن افضل 5 6 فرق موجودين. لكن ان الامور تصل بالنادي الاسماعيلي انك انت لاعب 16 مباراه ورصيدك 10 نقاط، ده انت يعني حتى ما وصلش ل 20%. يعني ده وضع لا يليق بالنادي الاسماعيلي. ودلوقتي بيقول لك ايه، ما تقلقوش ان الاسماعيلي مش هيهبط. لا لازم تقلق. لا الجماهير مش حاجه قلق. واحنا كلنا بنحب نادي الاسماعيلي وبنحب كره الاسماعيلي، لكن ومجرد ان احنا بنقول النادي الاسماعيلي مهدد بالهبوط ما بين قوسين كده، ده شيء يعني مش متعودين نقوله. يا كابتن 10 نقاط، يعني 10 نقاط انت في قلب الهبوط. انت الان يعني للاسف الشديد من ابرز المرشحين للهبوط. يعني عندك الاسماعيلي والانتاج الحرب وادي دجله 10 و10 و9. الامور صعبه جدا بالنسبه لهم. الامور مش صعبه، الامور كارثيه. الاسماعيلي محتاج معجزه حتى يخرج من المستنقع اللي هو موجود فيه دلوقتي. المعجزه اللي ممكن تحقق يا استاذ محمد على المستوى الاداري، يعني احنا بنقول في مشكله، وواضح ان في مشكله وتخبط اداري واضح في نادي الاسماعيلي. وبعض الناس بتقول لك اصل اللعيبه، واضح من خلال اداء اللعيبه والعناصر الموجوده داخل الملعب من ادائهم قدام نادي الزمالك وقدام النادي الاهلي يقدروا. ان المشكله ليست مشكله فنيه، وبالتالي وجود كوادر كبيره وقامات كبيره جدا في نادي الاسماعيلي على راسهم الكابتن علي ابو جريشه، وجود عناصر كبيره حسني عبد ربه وحمص واسماء كبيره جدا، امتى بقى يبقى الامور لازم تتاخد في مصلحه الاسماعيليه كمحافظه كمان؟ انت عارف جماهير الاسماعيلي بتعشق الكوره يعني. ايه اللي انت شايفه ممكن يتصلح قريب جدا عشان ينعكس بالايجاب على فريق الكوره؟ تمام. الاسماعيلي وانا قلت الكلام ده قبل كده اكتر مره، الاسماعيلي مشكلته اداريه. واضح ان الازمه الكبيره جدا في اداره النادي الاسماعيلي، بدليل زي ما قلت لك 13 او 14 مدرب، وبدليل ان مدرب اتعين حوالي 18 ساعه ولم ينزل تمرين واستقال. ده دليل على ان العمل الاداري داخل نادي الاسماعيلي هو اللي بيتحمل مسؤوليه كبيره كده. هم جربوا ان يغيروا المدربين ومدرب المساعد ومدرب الحراس، عملوا كل التغييرات، لم يبقى الا الاداره هي اللي ما اتغيرتش. يعني انا فعلا انا يعني ما تقدرش تغير الاداره دلوقتي. احنا بنحاول الواحد فعلا يعني حزين ان بيقول كلام زي كده، لكن فعلا يعني الكل عنده قناعه، حتى اللي في الاسماعيليه نفسهم عندهم قناعه. وانا الحقيقه على اتصال بشخصيات هناك وباعلاميين عندهم قناعه كامله ان اداره نادي الاسماعيلي هي السبب في هذا الموقف اللي موجود فيه النادي الاسماعيلي. يعني وهم يعني مصرين. يعني انا شايف ان حتى الان ما حققتش هدف جمهور النادي الاسماعيلي، لان الاسماعيلي بيعاني كمان من الموسم الماضي. طب الحلول يا استاذ يعني محمد، تفتكر ان ممكن جدا، يعني انت حضرتك بتقول كمان يمكن خلال الايام اللي جايه الكابتن علي ابو جريشه يقدم استقالته، دي بقى هتبقى خساره كمان على مستوى قيمه الكابتن علي ابو جريشه. كابتن عماد سليمان متواجد في اداره التخطيط والاداره الفنيه، ف يعني الامور كلها رايحه السكه احنا لا نتمناها.
ايه رسالتك لاداره الاسماعيلي؟ نعمل ايه؟ نجيب الكوادر ونقعد مع بعض ونجمع نفسنا وندي ثقه للمدير الفني، كده كده قاعد، وتدي ثقه للعيبه واداره فنيه او لجنه فنيه بتشتغل بالتوازي مع مجلس الاداره، لان ده مهم جدا. واضح ان مفيش توازي ومفيش تنسيق ما بين مجلس الاداره واللجنه الفنيه. فايه اللي انت شايفه ان احنا ممكن او نقدمه لجماهير نادي الاسماعيلي ونطمنهم ان لو حصل ده ممكن يكون في بدارة امل؟ يعني طبعا انا من وجهه نظري، وطبعا ربما تكون خاطئه، نتناقش طبعا وجهه نظري. بص حضرتك، اذا فشلت في تحقيق هدفك حضرتك استقيل. ما لم يحدث هذا لن يحدث جديد في نادي الاسماعيلي. اللي بتصوره على اللي فشلوا مع نادي الاسماعيلي حتى الان ان يستقيلوا وتاتي يعني ناس جديده، ناس مختلفه تغير الاوضاع دي كلها. لان ماتش الاسماعيلي لو دخلت في الدور الثاني ولو ماتش ماتشين وما قدرتش تغير، اعتقد الاسماعيلي صعب جدا انه يرجع الان، وخصوصا ان عندك هيلعب الماتش اللي جاي ده، عندهم تقريبا ماتش الاتحاد اعتقد او طلاع الجيش. خلاص بقت كل المباريات مهمه يعني، عندهم مباراه قبل توقف الدوري فاز بها الاسماعيلي او لم يفز. طبعا لابد ان الاسماعيلي يفوز بها عشان يقدر يوصل ل 13 نقطه ويدخل الدور اللي بعد كده. غير كده الاسماعيلي هتبقى الامور صعبه جدا بالنسبه له، جدا جدا. فعلى المبدا اللي يفشل في مهمه يستقيل. ما خلاص انا مش قادر اعمل ايه؟ طيب يعني خلاص يبقى حضرتك تتفضل تستقيل وتترك الفرصه للاخرين عشان ينقذوا النادي بحجم وقيمه وقدر النادي الاسماعيلي، ولا فرار من هذا الامر يعني. نتمنى طبعا كل التوفيق للنادي الاسماعيلي، نادي كلنا بنحبه، ولكن طبعا الظروف صعبه جدا. وفي اعتقاد الشخصي لو الامور اتلمت عندهم فريق لا باس به، فريق على المستوى الفني قادر انه يكون موجود في الدوري. لكن نتمنى طبعا التنسيق والاداره على مستوى مجلس الاداره وكمان اللجنه الفنيه تكون على اعلى مستوى. هاخد برضو جبنا الاسماعيلي، فبنتكلم اكيد على الانتاج الحربي وادي دجله. احنا بنتكلم دلوقتي على الفرق اللي ظروفها صعبه جدا جدا، ويعني الدور الاولاني بالنسبه لها مشكله كبيره قوي. يعني نفس الموقف يعني، اعتقد ان هم داخلين في سكه. انا بتكلم عن الاسماعيلي وقدرته على العوده من قيمه الاسماعيلي وجماهيرته وشعبيته. صحيح. وعنده حاجات تقدر ترجعه. الحاجات دي كمان بيفتقدها الانتاج الحربي ويفتقدها وادي دجله. احنا بنعرف دي انديه الانتاج الحربي تبع مؤسسه، والوادي دجله نادي خاص، يعني حتى ما عندهمش ضغوط جماهيريه زي نادي الاسماعيلي يعني. فاعتقد الامور صعبه جدا بالنسبه لهم يعني. انا دول من ابرز الفرقتين اللي مرشحين للاسف ان يغادروا المسابقه في مع نهايه هذا الموسم يعني. امور بالنسبه لهم صعبه 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 يعني، حتى في مبارياتهم الامور بتبقى صعبه يعني. انا بتكلم عن نادي الاسماعيلي، لان نادي الاسماعيلي عنده لعيبه وعنده قدرات وعنده امكانيات تقدر تغير اذا وجدت ظروف مناسبه وملائمه. الماتش اللي عمله اسماعيل قدام الزمالك واللي عمله قدام النادي الاهلي، اعتقد الامور توضح ان زاك في كفاءات موجوده جوه الملعب. اتكلم على صادق، اتكلم على مجدي لما يرجع باهر المحمدي، عدد كبير جدا من اللعيبه اللي عندهم، اللي ممكن شكر نجيب، عدد كبير جدا من اللعيبه، ولاعيبه عندها خبرات دوري ممتاز، ولاعيبه تقدر تحقق نتائج طيبه يعني. صحيح. لكن الموقف بالنسبه لنتاج الحربي وبالنسبه لوادي دجله، اعتقد الامور يعني صعبه 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 جدا بالنسبه لهم. صعبه صعبه، الامور صعبه طبعا. لكن هي يعني في اعتقادي الشخصي كمان، يمكن يعني وادي دجله مر بالظروف ديت يمكن خلال السنتين اللي فاتوا في نفس الموقف، لكن السنه دي كمان الموقف اصعب يعني. قادر وده هيتوقف على كمان نتائجه خلال الدور الاولاني. الدور الثاني بيبقى مشكله أعتقد يعني. عايز اتكلم على ماتش السموحه واسوان طبعا، اللي هو 5-0 يعني. طبعا السموحه طبعا من الفرق اللي بتلعب كره هجوميه مميزه مع الكابتن احمد سامي. صحيح. والفرق الحقيقه اللي في ماتشات كتير جدا ضاعت منها يعني، كان ممكن يبقوا فضائيه كمان افضل من كده بكتير جدا، تعادلات كتير فعلا، وتحط لهم في مباريات وفرص في المباريات دي، لكن لم يوافقوا في التسجيل منها طبعا. يعني نقدر نقول مطرت عليهم اهداف في هذه المباراه. لكن حاجه لفتت نظري في هذه المباراه، اللاعب احمد عبد القادر وهو لاعب المعار من النادي الاهلي، وسجل هدفين في المباراه دي. الفكره مش في الهدفين، لكن في طريقه احراز الهدفين. تحس ان الولد كده عنده شخصيه في احراز الاهداف، عنده قدرات. عنده قدرات، سواء في الهدف الاول اللي سجله او الهدف الثاني اللي حطه، يعني تحس ان حطه في حته ضلمه كده ما حدش شافه فيها يعني. يعني بيسجل هدف بشكل معين، بشكل مش مجرد انه حط الكره في الجون يعني، بيسجل ليه طريقه في التسجيل، ليه شخصيه في تسجيل الهدف. وده يمكن ناس كتير جدا ما تعرفش، احمد حمدي عبد القادر لاعب النادي الاهلي وهو معار الى نادي سموحه. صحيح. ياخد فرصه ويلعب. سموحه دلوقتي وصل للمركز السابع
يعني واحد 7 22 نقطة 22 قريب جدا. يعني انت بتتكلم على المربع ده بي ام بي اخر عنصر في المربع ب 24 نقطة، فسموحة على بعد يمكن نقطتين من المربع الذهبي. لا وكمان من الفرق اللي بتلعب كرة هجومية مميزة، يعني ليهم جايبين 22 هدف، اعلى فريقين الاهلي والزمالك 23، يعني هم يعني تاني اقوى هجوم في المسابقه يعني، او تالت اقوى هجوم في المسابقه يعني، فمميزين الحقيقه يعني. فتحيه للكابتن احمد سامي، وكمان عندهم الحارس الهاني سليمان من الحراس المميزين، يمكن كابتن احمد ناجي برضو ظهرت بصمته معاه، ومن الوجوه من ابرز الحراس اللي مرشحين ان ينضموا للمنتخب الوطني في التجمع القادم اللي هيكون خلال الشهر ده قبل المباراتين مع كينيا وجزر القمر. يعني خلينا نتكلم كمان من وجهة نظري من الفرق اللي ماشية كده بالراحة وبهدوء وبثقة تامة، فريق طبعا فريق انبي. فريق انبي دلوقتي في المركز الرابع، القيادة الفنية للكابتن حلمي طولان بيمشي بشكل أكتر من رائع، عامل توليفة جيدة، لعيبة صغيرين في السن، في خبرات زي رامي صبري، لكن في لعيبة حارس المرمى على مستوى عالي، محمود جاد لعيب صغير، بتتكلم على عناصر صغيرة في وسط الملعب كويسين. فعامل كمان بدون دوشة كده، تحس انه ماشي في سكة الهدف الكونفدراليه. انبي دلوقتي في المركز الرابع. تمام. كابتن حلمي طولان من المدربين المميزين في الكره المصريه، المدرب دايما ليه بصمه، مدرب ليه شخصيه، مدرب ليه طريقه في الشغل الحقيقه يعني، وبيبان شخصيته على الفرق اللي بيلعب بيها بادائه وطريقته دايما في اللعب. كابتن حلمي معاهم من السيزون اللي عدى، عندهم استقرار فني. السنه اللي عدى كمان عمل معاهم موسم يعني انا شايفه من افضل الفرق اللي عملت نتائج منذ تولي كابتن حلمي طولان، لان تولاهم هم عندهم نقطه وقدر يحقق بهم نتائج هايله. المركز قبل الاخير تقريبا ده كانوا نقطه، كانوا في المركز الاخير او قبل الاخير، وكمان عمل مكاسب ومباريات عظيمه جدا، يعتبر واحد من افضل المدربين والفرق اللي عملت نتائج في الدور الثاني كمان. لما اتفرج عليهم ان هم عندهم يعني 24 نقطه قليله على فكره عليهم، قليله عليهم، لان هم المفروض كانوا يبقوا اكتر من كده بكتير جدا يعني، لان في مباريات كتيره جدا انتهت يعني، بقى لهم 3 4 مباريات بيتعادلوا. واكبر دليل ماتش يوم الاخير مع المصري، لما اتحسب لي ركله جزاء، وهي ركله جزاء الحقيقه صحيحه حسبها كابتن محمود عاشور في الدقيقه 88، يعني خلاص باقي دقيقتين ثلاثه مباراه بلس الوقت الضايع ايا كان يعني، واسجل الكلمه دي على خلاص ودخلت على الدقيقه 90، المفروض انت لعيبه بتركز، ده الشغل اللعيبه اللي حضرتك بتقول مزبوط. اللعيبه بترجع وبتعمل انضباط وتعمل قفل لوسط ملعبها وبتعمل ضغط على الفرق الثانيه، ما بتديش فرصه للمنافس اي فرصه ان هو يوصل للمنطقه. فريق المصري بمنتهى السهوله بهجمه سهله جدا قدر يوصل بكوره وضربه راسيه، وحتى الحارس ما كانش في وضعيه جيده تساعده على ان هو يتحرك، حتى كابتن حلمي كان يعني في حاله حزن، يمكن وقع عليهم عقوبات كمان بعد المباراه دي، لان فعلا ضاع منه نقطتين كان هيحطوه ثالث مباشره يعني، كان هيعدي بيراميدز بنقطتين دول. لكن هو من الفرق الكويسه ومن الفرق الجيده والمميزه الحقيقه، لهم كل التحيه والتقدير، ومن الفرق اللي هتكمل بشكل افضل وهتكون افضل كمان في الدور الثاني. طيب اخر حاجه بالنسبه لملف الدوري، كان سؤال مطروح، وهل دلوقتي فرض على النادي الاهلي انه يلعب مبارياته بعض مبارياته في الدوري الساعه 3 او الساعه 4؟ انت حضرتك عارف كمان الصيف جاي، هل من الوارد ان ده تفكير عشان المشاكل اللي بنقابلها في عمليه الحر والرطوبه في افريقيا، هل ده مفروض يتعمل او يتحط في الاجنده كده، ان لازم حتى النادي الاهلي بنتكلم على كل الناس اللي بتلعب حتى الكونفدراليه او بتلعب على مستوى الشامبيونز ليج الافريقي يلعبوا مباريات كده الساعه 3، ولا انت شايف ان لا ملهاش لازمه؟ لا انا يعني مش شايف ان هي طبعا مالهاش لازمه، لان انت هتصعب على نفسك، دي مسابقه رسميه، واحنا عندنا الدوري كله يعني ما لم يكن هناك ملعب مضاء، فكل المباريات بتتلعب يعني، بنبدا تقريبا من الماتشات التاليه، ماتشات الاهلي كلها طبعا بتبقى في ملعب مضاء يعني، بالظبط 7 ما لم تكن بعد كده كمان يعني. ما اعتقدش ان دي ليها علاقه بدي يعني، انا شايف الامور هتبقى صعبه جدا على النادي الاهلي، انا صعب عليه في افريقيا وصعب عليه في مصر، وخصوصا ان احنا داخل على الصيف والامور هتبقى اكثر حرا، ده احنا في الشتاء في عز البروده كنا بنلعب الساعه 9 و10 بالليل. فمعتادين على هذه الاجواء، كون ان عندنا ظرف استثنائي يعني واتحطينا فيه علشان انك انت ما حققتش النتيجه المطلوبه هنا في القاهره، لو انت كسبت ما كانش في اي مشكله خالص بالنسبه للنادي الاهلي، كنت خدت 3 نقاط صحيح، والامور بالنسبه لك انتهت، تروح هناك تتعادل او تخطر ايا كانت الامور مش فارقه، لانك انت هتاخد ال9 بونت اللي عندك وتجيب لك نقطتين ثلاثه من بره، والقضيه هتنتهي بالنسبه لك، ده اسوأ حاجه ممكن تتخيلها، لكن اما انك انت فقدت النقاط على ملعبك فده اللي هو اللي بيصعب مهمتك. مزبوط. ويخليك لازم ايه يعني تحاول تعوض ده بقى من الخارج باي شكل من الاشكال. تمام. طب تعالى نفتح ملف الكاف، واكيد حضرت طبعا او تابعت طبعا
الكاف وانتخابات متسبي طبعا رئيس، وكل السيناريو اللي اتحط قبليها باسبوع تم بشكل مباشر في انتخابات الفيفا يوم 12 مارس. تمام، يعني طبعا يعني خلاص احنا يعني الامور انتهت واتحسمت، واتكلمنا في الحلقه الماضيه عن التربطات اللي حصلت، ان الثلاثه اللي خطفته طياره واللي اتاخر ما عرفش يجي واللي وقع الله اعلم يعني. في النهايه ان انفنتينو تدخل بقوه في الموضوع، رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم، وقدر يعني يهيئ كل الاجواء لموتسيبي بعد ما كان هو من اكبر المؤيدين لاحمد ولد يحيى، يعني ما كانش معاه. لكن طبعا حاجات كتيره جدا حصلت يعني من تحت الترابيزه خلصت الامور. الحقيقه يعني شيء جيد ان يجي عندك حد وهو ليه قدرات ماليه كبيره جدا، ده مؤكد ان هيخليه بعيد عن اي فساد، يعني بيبعد اكيد بيبعد بس الشكوك عنه. نتمنى الا يفسد من حوله. يعني هو 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 ليس بحاجه، يعني الراجل ثروته ما شاء الله 2.5 تقريبا مليار دولار، فبالتالي ما عندوش اي مشكله خالص في الموضوع. فالراجل يعني اللي جاي للاتحاد الافريقي شبعان، مش جاي هياخد من الاتحاد الافريقي، يعني المفروض جاي علشان يدي الاتحاد الافريقي، وجاي عشان يطور الكره الافريقيه، وجاي عشان يعني يخلق اجواء مميزه تستطيع المواهب الافريقيه ان هي تظهر فيها. يعني سعيد انا كمان بالمهندس انا بريده واللي حققه طبعا، حقيقه يعني نجاح كبير جدا. قبل ما يكون شخصي اللي انا بريده فهو نجاح لمصر، اللي بقالنا يعني تقريبا داخلين على 16 سنه عندنا حد في الفيفا. اتمنى ان حد يرفع من اقدم الاعضاء في المكتب التنفيذي، اقدم حد في اقدم من رئيس الفيفا نفسه. صحيح. يعني وده دليل على وجوده وعلى قوته وعلى ثقه انفنتينو كمان في المهندس طبعا بريدة. الحقيقه يعني صحيح. فطبعا كل التوفيق ليه، وان شاء الله يكون اضافه كبيره جدا للكره الافريقيه والكره المصريه. اللي نتمنى ان رئيس الكاف بالظبط انت طالب منه ايه على مستوى الكره الافريقيه؟ يعني اول حاجه رفع المكافآت بتاعه البطولات دوري الابطال والكونفدراليه، ده اساسي، وهو قال ده وهيتعمل. اصلاح الملاعب الافريقيه، لابد ان يبص للملاعب الافريقيه دي، لان في ملاعب لا تصلح لكره القدم. أيوة. وما دام ما عندكش بنيه وما عندكش ملاعب مستحيل هتقدم كره قدم جيده، مستحيل العالم يتفرج عليك، ومستحيل القيمه بتاعت بطولتك هتعلى ويكون ليها متابعين في كل انحاء العالم. أيوة. اصلاح ملف التحكيم بشكل كبير جدا ومهم جدا علشان يكون عندنا تحكيم عادل، وان الحكام العادلين المميزين المؤهلين بدنيا وفنيا يكونوا موجودين، لان ملف التحكيم ده واحد من اكبر المفاسد اللي موجوده في الكره الافريقيه وبيأثر كتير جدا. يعني في مباريات كتير جدا في الظل بتبقى بعيده كده، يعني بعيدا عن البطولات القاريه الكبيره المجمعه اللي كلنا بنبقى شايفينها، بتبقى في ازمات كبيره جدا، فده مهم جدا ان يصلحوا. المدربين زي ما اتكلمنا ان هم برضو يتبصوا لهم بشكل كويس جدا، ويتم تاهيل المدرب الافريقي بشكل كبير جدا. يعني دي ابرز الحاجات اللي احنا طالبينها من الاتحاد الافريقي الجديد، ان شاء الله يوفق في انه يعود. كمان الاتحاد الافريقي من وجهه نظري فقد هيبته اللي احنا كنا دايما بننظر له كده، يعني شايفينه في السماء عالي. وطبعا الفتره الاخيره مع احمد طبعا بص يعني اسوأ فترات الاتحاد الافريقي بالظبط. يعني الحقيقه الاتحاد الافريقي لما كان عايز حياته وكان حاجه مرعبه جدا، وكان سيف على راس الجميع، وكان ليه قرارات، دلوقتي بياخدوا قرارات ويرجعوا فيها، وحاجات كتيره جدا حصلت يعني قللت من هيبه الاتحاد الافريقي، وحسيتنا ان الاتحاد الافريقي بات ضعيفا. ففرصه المتسبي ان هو يعيد الهيبه للاتحاد الافريقي، ويبعد كمان تدخل خلاص، يعني اللي كمان الاتحاد الدولي كان بيدير كان مجرد موجود. فده اهم حاجه ان نتمنى. هو ليه سؤال يا استاذ محمد بعيدا عن الانتخابات، ليه السؤال دايما بيطرح في كل انتخابات اسم مصر هو ونقل المقر ومش نقل المقر، ويجي كل رئيس احنا لا احنا مقر في مصر السؤال اصلا بيطرح ليه؟ لان مصر يعني زي ما بقول لك هي منبع افريقيا ومنبع الكره الافريقيه، وبالتالي طبيعي جدا وجود مقر الاتحاد الافريقي في مصر. فالسؤال بيطرح بناء على ايه؟ يعني التاريخ بيقول لك ان مصر هي اللي اسست الاتحاد الافريقي وصاحبه الدعوه الاول لاجتماع الاتحاد الافريقي واول فوز ببطوله، وهي اللي جابت الاتحاد هنا وعملت له مقر، والافارقه كلهم الاشقاء الافارقه كلهم يعني الحقيقه يعني كلهم
كانوا موافقين على ده وداعمين على ده وان مصر هي دوله المقر. طبعا بعض الاوقات بتظهر ناس اكيد من الناس الغير يعني محبين لمصر ودول اشخاص مش دول بيتكلموا في هذا الملف، لكن هذا الملف غير قابل للنقاش لا سيما في ظل الدعم الكبير جدا اللي بتقدمه الحكومه المصريه للكاف. طبعا شفنا المقر واللي مدينه له في اكتوبر حاجه يعني مبهره جدا، وبيقدم له كل التسهيلات وكل اعضاء الكاف ما عندهمش اي مشاكل، رئيس كاف بيجي ويروح ما فيش اي مشكله خالص بالنسبه له. اعتقد ان هي دعوه يعني مجرد بس بتاخد شو اعلام لفتره معينه، ولن يكون لها قبول ولن يكون لها اي صدى حتى عند الافارقه انفسهم، لانهم يعتقدون ان افضل مكان بيحتضن الكاف. اعتقد مصر اللي بقالها من سنه تقريبا من 57 والاتحاد موجود عندك فما فيش اي مشكله خالص. يعني انا بسالك السؤال ده عشان اخد منه من كلام حضرتك لسؤال اهم، رغم كل دوت ان مصر هي صاحبه الفضل و و و و، لكن خلاص بدا حتى على مستوى النواب على مستوى السكرتارية على مستوى وجود الكوادر المصريه في الاتحاد الافريقي بتقل بشكل كبير. الله يرحمه يعني عمرو فهمي كان كادر مهم جدا، ووالده كان كادر مهم جدا، كان موجود كابتن فتحي نصير. فين الكوادر المصريه من الاتحاد الافريقي الصناعي؟ دي حاجه ترجع لنا احنا بقى، احنا السبب في هذا الموضوع. يعني الطبيعي جدا انك في الدوله المقرره السكرتير يكون من عندك، ان غالبيه الموظفين اللي موجودين في المقر يكونوا غالبيتهم مصريين. عايزين على مستوى حتى في طبعا لجنه فنيه، في لجنه تحكيم، في بعض اللجان، كل حاجه يعني. احنا وكمان موجودين في لجنه التحكيم، كابتن عصام فتاح موجود في اللجنه واكثر من حد يعني. لكن في النهايه انت المفروض يكون عندك كوادر تاهيليه. الكوادر دي هتطلع منين؟ المفروض الكوادر دي بتطلع يعني يكون في يعني نظام علشان تشتغل عليه ويكون عندك في تخطيطك. يعني لازم المقعدنا اللي موجود في الفيفا ده وموجود في كاف ما نخسروش، لازم يكون موجود. احنا مرت علينا فترات ما كانش لينا حد خالص، كانت بقى مصر اللي هي يعني ام كره القدم في افريقيا واللي ليها كل هذا، والبلد الاكثر فوزا بالبطوله وتنظيما، منظمين لسه بطوله نادره ما حدش كان يجرؤ عليها في وقت قياسي. اعتقد ان انت المفروض تجهز كوادرك من خلال حتى الاتحاد المصري وتتوغل من خلال علاقاتك وتقدر تعمل ده وتقدر تستفيد بده، ولازم يكون ليك تواجدك جوه الكاف، ولازم يكون ليك يعني انا مش هقول يعني دور في صنع القرار في الكره الافريقيه. يعني بالظبط يعني لا يجوز ان دوله بحجم مصر في الموجوده ما كنتش هي يعني من يعني في مقدمه صانع القرار في الكاف. يعني اعتقد ان ده لابد نحطه في حساباتنا. طب عشان نعمل ده ايه؟ اولا لابد يكون عندنا اتحاد كره يعني محترم، مجلس اداره محترم وقوي، وشخصيات قويه تستطيع ان تحمل المشاعل. يكون عندنا شخصيات يعني المهندس هاني ابو ريده ربما تكون هذه الدوره الاخيره بالنسبه له، لابد ان نفكر في البديل من الان. برافو عليك، كنت لسه هقول لك. طب المهندس هاني ابو ريده سنين طويله جدا، لا خلاص في الغالب دي هذه اخر دوره. مين القادم؟ مين القادم؟ ربنا يديه الصحه يعني. لكن من الذي يخلف هاني ابو ريده؟ احنا دايما يعني فتشعر ان الساحه شبه خالي، ما عندهاش شخصيه تقول ده اللي هيبقى بديل ويخش مكانه. يعني دور الاتحاد القادم لاتحاد الكره القادم ده دوره انه كمان انه يقدم كوادر جديده وشوش جديده. نتكلم مع حضرتك في ده لان ده مهم جدا، لكن معانا تليفون كمان مهم جدا. نبارك للكابتن خالد عيد اللي بيقدم اداء اكتر من رائع مع غزل المحله. مساء الخير يا كابتن خالد. حبيبي يا ربنا يخليك يا حبيبي. اخبارك ايه يا نجم؟ الله يخليك يا حبيبي. سلامي لحضرتك طبعا. انا استاذ محمد الاوسي طبعا. بنقول لك اولا مبروك المباراه النهارده، ويعني فوز مهم جدا. والاستاذ محمد كمان بيتكلم على مشوار رائع لغزل المحله بدايه من الموسم دوت، رغم الامكانيات الضعيفه ورغم يمكن ما جبتوش لعيبه باسماء كبيره، كان في مقارنه ما بينك وما بين بيراميدز ارقام الكبيره. فيعني وجودك معانا اولا بنقول لك مبروك، ثانيا طموحات بقى انت بتتكلم خلاص على طموحات، هل سقف طموحات غزل المحله وجماهير المحله كلها ارتفع شويه وبداتوا تبصوا على الحته اللي فوق يا كابتن خالد؟ اكيد طبعا. يعني احنا الحمد لله طبعا في اول السنه انا كنت معاك في البرنامج وقلت لك ان احنا معانا مجموعه لعيبه كويسين ومميزين وان شاء الله يبقى لهم اسم، وقلت لك ان هم انا واخدهم من الدرجه الثانيه وهم ما سبتش حد فيهم، كملت بيهم مع تدعيمات من بعض اللعيبه اللي عندنا في النادي الناشئين ومع لعيبه اللي احنا جبناهم من خارج النادي. عملنا تيم محترم، تيم مجتهد بيجتهدوا في كل ماتش عن ماتش. وكان في الاول التفاول الدوري كانت الامور ممكن تكون خبره اللعيبه برده ما كانتش على قد المسؤوليه، لكن هم الحمد لله ماتش عن ماتش بيتحسنوا، والحمد لله احنا في يعتبر ماشيين في جدول الدوري كويس.
وطبعا زي ما انت قلت الطموح عندنا ان شاء الله اللي احنا عايزين نرجع المحله اسمها من جديد، والمحله ترجع في زي الاول وتنافس. واحنا كنا انت عارف تيم محله طول عمره تيم كبير يعني طبعا، وخرجت وكلها لعيبه حضرتك وكابتن صابر عيد واسماء كبيره جدا، خرجت كمان نجوم على المستوى الدولي ولعبوا لمنتخب مصر بشكل كبير جدا، وكابتن شوقي غريب طبعا اسماء واجيال كتيره جدا، محمدي محمد المحمدي طبعا، احمد ومحمود فتح الله وصلاح سليمان وعبد الشافي وائل جمعه طبعا. لا طبعا يعني دايما المحله يعني ولاده بالنجوم الكبار، وكابتن خالد الطموحات عليت واللعيبه والناس بدات تفكر، هل فكرتوا ان احنا خلاص احنا ضمننا البقاء في الدوري واحنا بنفكر في خطوه اعلى الوصول مثلا للكونفدراليه، ولا لسه الامور والطموحات يعني على قد السنه دي ان احنا نتواجد في الدوري المصري ويبقى الطموح السنه الجايه بشكل افضل يعني؟ احنا طبعا عندنا طموح كبير جدا يعني، بس طبعا احنا لسه لغايه دلوقتي لسه ما عدناش موضوع الدوري وكده، لسه بدري قوي يعني، لسه المساله اللي احنا النهارده في دور كامل يعني. فاحنا انت النهارده بتحاول تتجمع بنات وبتحاول البنات ديت برضه بتديك ثقه في الاداء بتاعك طبعا. فطبعا احنا طموحنا ان شاء الله ان احنا عايزين نقعد في الجدول بارتياحيه يعني، ما نبقاش قاعدين قلقانين يعني. انت كل ما بتلعب وبتكسب وكل ما اللعيبه بتاخد ثقه في نفسها على الماتش اللي بعديه بتأدي بسرعه احسن. والمكسب انت عارف برضو المكسب بيقوي اللعيب طبعا وبيخليه واقف على ارض ثابته، غير ان احنا مثلا ايه تبقى نتائجك فيها هزه وكده. احنا كنا في البدايه كنا كانت الامور ممكن كانت في شويه مشاكل شويه كده، وكانت الجماهير مستعجله شويه على الفرقه. ان شاء الله الفرقه لما اتحسنت بدات الجماهير تتلافى حول الفرقه وبدات يهتموا بالفريق، فالحمد لله يعني الامور الحمد لله ماشيه كويس جدا. كان في جراءه منك يا كابتن خالد وبيأيدني في هذا استاذ محمد، كنا بنتكلم ان التدعيمات كانت شيء مهم جدا، ان يعني طلعت انت من الممتاز بيه معاك البنك الاهلي ومعاك سيراميكا اللي دعموا بشكل كبير جدا على مستوى اللاعبين على مستوى المدربين كمان. كان في تحدي من كابتن خالد عيد انه يثبت لا ان اللي انا طالع بيهم دول رجاله وهيسدوا في الدوري الممتاز، كان فيها نوع من انواع الريسك شويه او المجازفه، لكن لغايه دلوقتي نجح بامتياز يا كابتن خالد. بص يا كابتن هاني، طبعا هو طبعا المدرب اللي هو يعني اللي يبقى بيعتمد على اسامي بس وكده ان هي تبقى هي اللي معاه، انا معاك ان الاسامي بتبقى يعني بتعمل عامل خبره وكده، بس انا عندي قناعه كبيره جدا، عندي قناعه كبيره ان في لعيبه في الدرجه الثانيه مدفونه، في لعيبه كويسه جدا وفي لعيبه تقدر. معلش يا هاني، النهارده لعيبه الاهلي والزمالك منين هم؟ انا معاك طبعا، من أندية انا بتكلم على موضوع الريسك نفسه، انك انت ما فكرتش لا انا عايز تدعيمات وعايز اسماء عشان اقعد في الدوري، دوري الممتاز محتاج خبرات و و و و هو لو جالنا لعيبه ما كانش مانع يعني، بس النهارده انت بتشتغل حسب الامكانيات اللي موجوده عندك. صحيح، الامكانيات الماديه وكده، فانت بتشتغل حسب امكانياتك يعني، مش هتقف عند الحته دي يعني. النهارده لو جبت لعيب ملايين مش هتقف، لازم تشتغل ولازم تبين نفسك، ولازم المدرب اللي هو عايز ينجح والكلام ده لازم ياخد الامور من 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 تحت يعني. صحيح. احنا انا يعني حلاوه الواحد الشغل والكلام ده انا بستلذ الحاجات دي بايه؟ من انت بتتعب مع اللعيب وبتعمله حاجه صغيره بتكبره وكده يعني. فدي برضه دي متعه الشغل عندك يعني، طبعا متعه التدريب يعني. غير طبعًا ما انت بتاخد لعيب جاهز يعني، ممكن لعيب جاهز دوت مش ممكن ما يديلكش، ممكن يبقى جاي متعالي عليك كده، فانت بتاخد اللعيب دوت بتحاول تلمعه عشان يظهر ويطلع ويروح انديه كبيره ويروح منتخب طموحه يعني. اكيد الطموح ده بيتاخد من المدرب، واللعيب دايما بياخد من المدرب، وبالتالي يعني بنقول لك مبروك مره ثانيه وبالتوفيق، ودايما كده ان شاء الله متالق يا كابتن خالد، ويعني كل التوفيق ليك في مشوار الدوري القادم باذن الله. شكرا كابتن خالد عيد، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طبعا يعني كلام عاقل جدا، وعنده ثقه في نفسه وعنده ثقه في لعيبته، وبالتالي بتنعكس على اداء اللعيبه جوه الملعب، وبالتالي خد كمان ثقه جماهير غزل المحله. طبعا، واهم حاجه عجبتني في كلامه اللي هو انك بتجيب نوايات من اللعيبه جعانه كوره. برافو عليك. عايزين يلعبوا كوره، عايزين يقدموا نفسهم، عايزين ينتقلوا للفرق الثانيه. الحقيقه في بعضهم بقى نجوم، واعتقد ان الفرق كبيره جدا هتتهافت عليهم في المرحله القادمه. انك انت يكون عندك ثقه بانك انت لما بتختار لاعب صح بتشتغل صح.
الحقيقه يعني فكره ان العين اللي بتختار دلوقتي وان يبقى في كشافين حتى لو باسلوب حضاري واسلوب يختلف عن الكشاف بتاع زمان، لكن ده لازم يبقى موجود، لازم تبقى ناس تدور وتنقب، لان احنا بص مصر مليانه جواهر صحيح. نستطيع ان نجيب مواهب، ما تقوليش بلد فيها عدد 100 مليون عندنا تحت ال 20 سنه مش اقل من 30 40 مليون ما فيش مواهب يعني. ما المواهب لا موجوده طبعًا. موجوده طبعًا. والمواهب ايه موجوده في كل الرياضات صحيح. تقدر تعمل حاجات عظيمه جدا، تقدر تعمل انجازات كبيره جدا، تقدر تختار. وانا دايما بتكلم واكد على ان المدارس طبعا هي دايما اللي هي تقدر تروح من خلالها وتنقب عن هذا الذهب الرياضي اللي انت لازم تدور عنه، لان كل الاطفال والشباب موجودين في المدارس. فمهم جدا انك انت تروح، وده بالتعاون بين وزاره الرياضه والتربيه والتعليم. سمعنا الحقيقه عن مشاريع الالف موهبه، وسمعنا عن كلام كتير جدا، لكن بنسمع وتحس برضه ما فيش متابعه للموضوع يعني. لا انا بطمنك ان كمان في مشروع هايل، والمشروع ده قائم وان شاء الله قريب جدا بيشتغل بفعاليه، زي ما الشراكه الكبيره ما بين شركه استادات والنادي الاهلي. كمان شركه استادات ماشيه في مشروع اكتر من رائع للبحث عن المواهب، وبتروح لها اماكنها من خلال تجديد استادات، من خلال طبعاً. يعني كمان في مواهب ان شاء الله خلال، وده لونج بلان يعني، ده لونج بلان، بتتكلم على مشروع ممكن يمتد 5 6 سنين 10 سنين، مهم جدا. لكن طبعا الناتج بتاعه هيكون كبير جدا جدا. الفكره الايام بس استادات اللي هي الملاعب والاستادات، وان تكون في ملاعب على اعلى مستوى، لان بلا ملاعب لن تكون عندك كره قدم. بلا ملاعب بارضيات كويسه وثابته ومستقره وبتعمل لها صيانه بشكل مستمر، مش هتحقق اي نجاح، ومستويتك هتبقى ضعيفه جدا يعني. اعتقد ان بقت ليهم بصمه كبيره جدا موجوده في كل الملاعب المطريه لو افكارهم اكتملت ان شاء الله، اعتقد هيكون. وهما بيتكلموا بنيه اساسيه على اعلى مستوى، اهم حاجه كمان اكتشاف يعني. انت بتتكلم كل المحافظات اللي هيتبني فيها او هيتم تجديد، هيكون كمان في اكتشاف المواهب من المحافظات. هتلاقي مدربين كبار بيروحوا ينقوا اللعيبه من هناك، من منطقتهم، من اللي هو يا دوبك يروح النادي بيعمل اختبارات وبينقي. فدي النقطه المهمه جدا، ده مهم جدا، فده مهم جدا. هرجع كمان الجزء المهم اللي كل قبل ما نتكلم مع كابتن خالد كنا بنتكلم فيه مع حضرتك، ان ان شاء الله الكوادر اللي على مستوى الاداره في اتحاد الكوره، ونتمنى انها تكون، شايف ان الانتخابات اللي جايه ممكن يكون فيها وجوه بقى جديده، كوادر جديده. احنا بنتكلم على الاتحاد الافريقي، غياب العنصر المصري دلوقتي في الاتحاد الافريقي بقى شيء بيقلقنا شويه. يا ترى الانتخابات اللي جايه لاتحاد الكوره نشوف فيها كوادر تتاهل انها تكون كمان على مستوى الافريقي، ان احنا نشوف باشمهندس هاني بوريدة تاني على مستوى المستقبل باذن الله. يعني استطيع ان اؤكد لك ان شاء الله ان هيكون في كوادر جديده جاهزه. انت عندك اخبار؟ في وجوه جديده، شكلك عندك اخبار. يعني طبعا لسه ممكن طبعا قدامنا يعني 6 7 شهور، لكن في وجوه جديده هتظهر، في تحركات يعني. طبعا 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 في تحركات هتظهر، وهيكون لها دور كبير جدا ودور مؤثر في الكره المصريه المرحله المقبله ان شاء الله. يا رب كل التوفيق يعني للكره المصريه، نتمنى ده على المستوى طبعا، اولا مستوى نادينا وفرقتنا ان شاء الله يوم الثلاث نكسب، ونكسب مكسب كويس ان شاء الله، وعلى مستوى طبعا الاداره او اتحاد الكره القادم يحقق طموحات الجماهير وطموحاتكم انتم كمان كنقاد رياضيين. يا رب ان شاء الله. ولكن مبدئيا يعني كل الدعم للمنتخب الوطني في الماتشين طبعًا. اللي جايين طبعًا. ماتش كينيا وجزر القمر باذن الله سنتخطاهم، لكن احنا ما بنستسهلش حاجه، ما بنستسهلش اي مباراه الا لما تنتهي هذه المباراه. كل التوفيق للكابتن حسام البدري في مهمته ان شاء الله، يرجع بنتيجه ايجابيه من كينيا، وعندنا ماتش جزر القمر هنا باذن الله يوم 29 تحسب فيه كل الامور وتتاهل وتوصل، وبعد كده تتفرغ بقى لكاس العالم ان شاء الله، التصفيات المؤهله لكاس العالم باذن الله ان شاء الله تكون شاء الله. 22 باذن الله ان شاء الله. كل التوفيق لمنتخبنا القومي بقياده الكابتن حسام البدري. طبعا كل الشكر للاستاذ محمد الوسيم، بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا، ودايما فقره مميزه استاذ محمد. ربنا يخليك كابتن، انا سعيد بالتواجد معاك. شكرا جزيلا. دي كانت نهايه فقرتنا الاولى، هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل النجم الكبير هاني العجيزي.